بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. في فيديو إعدادات شبكية سوف نتكلم عن إعدادات لبروتوكول الـ OSPF الإصدار الثاني والذي يعمل بنظام الـ TCP/IP الإصدار الرابع، واللي راح ناخذه إعدادات Multiple Area، يعني راوترات تندمي لأكثر من أريا في داخل شبكة الـ OSPF، وراح نطبق هذه الإعدادات في داخل لاب يحتوي على راوترات سيسكو. في هذا الفيديو راح ناخذ اعدادات الـ OSPF الاصدار الثاني، طبعا اللي بيعمل مع نظام الـ TCP/IP الاصدار الرابع، ولكن مع المالتيبل اريا. احنا عارفين ان بروتوكول الـ OSPF بيقسم، يعني بيعتمد على الكونسبت او مفهوم الاريا، المناطق، وبامكانها تقسيم الراوترات في داخل مناطق. لما نيجي نتعامل مع المالتيبل اريا فهناك شرط اساسي لكي تستطيع الأريا المختلفة أن تتصل مع بعضها البعض وتتبادل فيما بينها معلومات التوجيه. وهذا الشرط الأساسي هو أن أي أريا من النوع الستاندرد أريا اللي تبدأ من 1 حتى 4 مليار و 200 مليون، أكثر من 4 مليار و 200 مليون، يجب أن تكون متصلة اتصال مباشر مع راوتر ينتمي إلى الأريا صفر. زي ما احنا شايفين هنا الراوتر الاريا 1 يجب ان تكون متصل اتصال مباشر مع الاريا 0، وكذلك الاريا 2 يجب ان تكون متصل اتصال مباشر مع الاريا 0. طبعا في حال ما كانت متصله باتصال مباشر فعندها في اعدادات اعداد اللي هو الفيرجوال لينك، يعني عمليه تحايل، لكن في النهايه راح نعمل فيرجوال او كيبل فيرجوال او رابط وهمي افتراضي يربط فيما بين الاريا والاريا صفر من خلال اريا اخرى من النوع ستاندرد. لكي تتم هذه العمليه احنا عندنا شبكه تربط ما بين الراوتر 1 والراوتر 2، صح، وشبكه تربط ما بين الراوتر 3 والراوتر 2. هذه الشبكتين يجب ان تكون اريا صفر عشان يحصل اتصال ما بين الربط فيما بين الراوتر 1 والراوتر 2 في داخل، وربط فيما بين الاريا 1 والاريا 0. 25.0.0.0 يجب ان تنتمي الى الاريا 0 في كلا الراوترين، وكذلك ال 40.0.0.0 يجب ان تنتمي الى الاريا 0 لكي يتم ربط الاريا 2 مع الاريا 0. بالنسبه للشبكات الثلاثه الموجوده على كل راوتر هي راح تنتمي الى الاريا التابع لها الراوتر. فمثلا عندي ثلاث شبكات الموجودة في الراوتر 1 راح تكون تابعة ليش؟ للاريا 1. بالنسبة للراوتر 2 الثلاث شبكات الموجودة في الراوتر 2 راح تكون تابعة الى الاريا 0، والثلاث شبكات الموجودة في الراوتر 3 راح تكون تابعة للاريا 2. ندخل على الراوتر 1. الراوتر 1 لا يمتلك أي إعدادات محفوظة عليه. نبدأ بالإعدادات الأساسية وندخل على Enable Mode، بعد كده Configuration Terminal، بعد كده نعطيه اسم الهوست، هوست نيم R1 راوتر 1، انتر. بعد كده نبدأ ننشأ الشبكات الثلاثة الموجودة على الراوتر 1 من خلال إنشاء ثلاث منافذ لوب باك، انترفيس لوب باك 1، اي بي ادرس 192.168.1.1 255.255.255.0. بعد كده exit، interface loopback 2، IP address 192.168.2.1.255.255.255.0، exit. بعد كده interface loopback 3، IP address 192.168.3.255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 .
واحد 255 255 255 صفر exit. بعد كذا محتاجين ندخل على المنفذ اللي يربط ما بين الراوتر واحد والراوتر اثنين، واللي حيكون المنفذ interface serial 01. نعطيه description وصف link to r اثنين، يعني رمز الى الراوتر اثنين، enter. بعد كذا نبدأ نعطيه ال IP address. اللي حيكون 25.0.0.1 255 255 255 252. بعد كذا نعطيه الأمر no shutdown لتفعيل المنفذ. ممتاز، كذا احنا عملنا الإعدادات الأساسية الخاصة بالراوتر واحد. قبل ما نتحول من الراوتر اثنين واحد إلى الراوتر اثنين، نقوم بحفظ الإعدادات الأساسية اللي قمنا فيها على الراوتر واحد من خلال الأمر copy running config startup config enter. بعد كذا راح ننتقل إلى الراوتر اثنين. الراوتر اثنين زي ما احنا شايفين لا يحتوي على أي إعدادات. الراوتر اثنين بيحتوي على خمس شبكات، ثلاث شبكات محلية في الراوتر اثنين، وشبكتين، شبكة تربط الراوتر اثنين مع الراوتر واحد، وشبكة تربط الراوتر اثنين مع الراوتر ثلاثة. ندخل على مستوى الانيبل، وبعد كذا المود الخاص بالإعدادات الكونفيجريشن من خلال الأمر كونفيجريشن تيرمينال. بعد كذا نعطيه اسم هوست نيم ار اثنين. نبدأ ننشأ الشبكات المحلية الثلاثة. انترفيس لوب باك واحد، نعطيه اي بي ادرس اللي حيكون 172.16.0.1. قناع الشبكة حيكون 255.255.0.0 انتر. بعد كذا اكزت. انترفيس لوب باك اثنين، راح نعطيه الـ IP address اللي حيكون 172.17.0.1 255.255.0.0 exit. interface loopback ثلاثة، الـ IP address الخاص فيه حيكون 172.18.0.1، قناع الشبكة حيكون 255.255.0.0. بعد كذا اكزت. عندي منفذين، المنفذ الأول السيريال 01 متصل مع الراوتر واحد، وعندي السيريال 00 متصل مع الراوتر ثلاثة. نبدأ مع الانترفيس سيريال 01، نعطيه ديسكريبشن عشان نعرف نفرق أو نتذكر هو متصل مع مين. لينك لينك تو ار واحد انتر. بعد كذا الكلوك ريت نعطيه كمثال 64,000 انتر. بعد كذا الـ IP address راح يكون 25.0.0.2.255.255.255.252 انتر. بعد كذا نعطيه الأمر no shutdown و exit. ندخل على المنفذ الانترفيس سيريال 00 ونعطيه الديسكريبشن الخاص فيه.
واللي هو راح يكون link to R3 كرمز إلى الراوتر 3. بعد كده نعطيه الـ clock rate أو نحدد له الـ clock rate واللي حنلتزم فيها هي 64,000 Enter. وبعد كده نعطيه الـ IP address اللي حتكون 40,000. بما أنه هو راوتر 2 وتكون العملية منظمة راح نخليه 2 255 255 255 252، وراح نجعل الراوتر 3 هو 40,001، وراح نكتب الأمر نو شت داون انتر. بعد كده نكون بهذا الشكل نكون احنا ايش وصلنا إلى نهاية يعني الإعدادات الأساسية. نقوم فقط بحفظ ما قمنا به من إعدادات أساسية على الراوتر 2 من خلال الأمر copy running config startup config. ممتاز، تمت عملية الحفظ. طيب راح ننتقل على راوتر 3 بحيث نقوم بعمل الإعدادات الأساسية. الراوتر 3 بيحتوي على 4 شبكات، 3 شبكات محلية وشبكة تربط الراوتر 3 مع الراوتر 2. ندخل على مستوى الـ Enable Enter. بعد كده مستوى الإعدادات اللي هو الـ Configuration تيرمينال. اول شيء راح نعطيه اسم اللي هو راح يكون الهوست نيم R3 انتر. بعد كذا نبدا ننشئ الشبكات الثلاثه المحليه اللي من خلال 3 منافذ لوب باك انترفيس. لوب باك 1 الاي بي ادرس حيكون 100، لا راح يكون 10,000,255,000 انتر. اكزيت. ندخل على الانترفيس لوب باك اللي راح يكون 2، نعطيه الاي بي ادرس اللي حيكون 11,001. قناع الشبكة قناع الشبكة السبنت ماسك راح تكون 255,000 انتر. بعد كده اكزيت. ندخل على الانترفيس لوب باك 3، نعطي الاي بي ادرس اللي حيكون 12,001. قناع الشبكة حيكون 255,000 انتر. اكزيت. بعد كده المنفذ اللي يربط الراوتر 3 مع الراوتر 2 واللي هو السيريال 1,1. راح نعطيه الاي بي ادرس الخاص فيه واللي حيكون 40,001 255,255,255,252. بعد كده نعطيه الأمر نو شت داون اند. ونحفظ الإعدادات الأساسية اللي قمنا فيها على الراوتر 3 من خلال الأمر copy running config startup config. تمت عملية الحفظ. كذا احنا انتهينا من الخطوة الأولى اللي هي الإعدادات الأساسية، وراح ننتقل إلى الراوتر 1 لعمل الإعدادات الخطوة الثانية من الإعدادات والمتمثلة في إعدادات الـ OSPF. طبعا راح نحتاج نعمل إعدادات الـ OSPF لأنه لو كتبنا مثلا على الراوتر 3 show
لو حبينا نشوف جدول التوجيه شو اي بي راوت، لاحظوا معايا الراوتر 3 فقط بيعرف الشبكات الاربعه اللي هو متصل معها اتصال مباشر، هو فقط يعرف الشبكات اللي متصل معها اتصال مباشر، وكذلك الراوتر 2 لو كتبنا الامر شو اي بي راوت، ايضا الراوتر 2 يعرف الشبكات المتصل معها اتصال مباشر، كذلك الراوتر 1. لو كتبنا الامر شو اي بي راوت هنلاقي ان الراوتر 3 فقط يعلم الشبكات اللي هو متصل فيها اتصال مباشر، ولما نقول اتصال مباشر يعني انه عنده منفذ من منافذ الراوتر ينتمي الى الشبكه. طيب الراوتر الراوتر 1 لا يعلم الشبكات الموجوده في الراوتر 2، والراوتر 2 لا يعلم الشبكات الموجوده في الراوتر 3، وهنا حيجي دور بروتوكول الـ OSPF من خلال إعدادات الـ OSPF وتفعيله على الراوترات الثلاثة. راح طبعاً نحدد في كل راوتر الشبكات اللي راح يقوم الراوتر بالإعلان عنها في داخل شبكة الـ OSPF، وبالتالي راح تتبادل الراوترات فيما بينهم التحديثات، وراح يبنوا علاقة الجيرة ويتبادلوا التحديثات، وبالتالي يصبح كل راوتر عنده علم بجميع الشبكات الموجودة في داخل شبكة الـ OSPF. نبدأ بتفعيل بروتوكول الـ OSPF على الراوتر 1 من خلال كتابة الأمر راوتر OSPF 1، بعد كده نبدأ نحدد الشبكات المراد الإعلان عنها Network 192.168.1.0 الوايلد ماس كارد 0.0.0.255 تنتمي هذه الشبكة إلى الإيريا 1 Enter Network 192.168.2.0 الوايلد ماس كارد الخاص فيها راح يكون 0.0.0.255 الإيريا راح تكون 1 النتورك الثالثة راح تكون 192.168.3.0 الوايلد ماس كارد 0.0.0.255 الإيريا راح تكون 1 Enter. بعد كده الشبكة اللي تربط ما بين الراوتر 1 والراوتر 2 لابد أن تكون منتمية إلى إيش؟ إلى الإيريا 0، فراح يكون نتورك 25.0.0.0. طبعا ليش لازم تكون في الاريا 0؟ لانها لان الراوتر 2 بينتمي طبعا الى الاريا 0، فبالتالي 25.0.0.0 هذه الشبكه اللي من خلالها الراوتر 1 بيتصل بالاريا 0 اللي موجوده في الراوتر 2. طيب 0.0.0.3 الاريا راح تكون 0 Enter. ممكن كمان هنا نكتب الراوتر ID بما انه راوتر 1 فراح نخليها 1111 عشان يكون سهل التذكر. ممتاز، نعمل End، نحفظ الاعدادات الخاصة ب ال OSPF copy running config startup config Enter. نروح على راوتر 2 على مستوى الكونفيجريشن تيرمينال، ندخل نفعل بروتوكول ال OSPF راوتر OSPF 1. الراوتر 2 بيحتوي على 5 شبكات، طبعا كلها راح تكون منتمية الى الاريا 0 بما ان الراوتر 2 ينتمي الى الاريا 0 اللي هي الاريا الاساسية. نبدأ مع النتورك 172.16.0.0 الوايلد ماس كارد راح يكون 0.0.255.255 الاريا راح تكون 0
النتورك الثاني راح تكون 192.172 17.00. الوايلد ماسك كارد راح يكون 00.255.255. الاريا راح تكون 0. انتر. النتورك الثالث راح تكون 172.18.00. الوايلد ماسك كارد 00.255.255. الاريا راح تكون 0. انتر. بعد كذا عندي الشبكة اللي تربط ما بين الراوتر 2 والراوتر 1 اللي هي راح تكون 25.0.0.0. الوايلد ماسك كارد 0.0.0.3. الاريا 0. المفروض الآن تحصل علاقة الجيرة فيما بين الراوتر 2 والراوتر 1 إذا كنا عاملين الإعدادات بشكل صحيح. حصلت علاقة الجيرة فيما بين الراوتر 1 و2. ممتاز. الباقي عندي الشبكة الأخيرة اللي تربط ما بين الراوتر 2 والراوتر 3. نتورك 40.0.0.0. الوايلد ماسك كارد راح يكون 0.0.0.3. الاريا راح تكون 0. ممكن هنا نكتب كمان راوتر اي دي بما انه الراوتر 2 فراح يكون 2.2.2.2. انتر. طبعا لان انا غيرت الراوتر اي دي فراح ياثر، فلازم عشان الاعدادات تثبت اكتب امر كلير طيب. طيب هو يطلب مني ان انا اعمل الريستارت، فما في مشكلة هحفظ الاعدادات. من خلال الامر كوبي running config startup config انتر. خلينا نعمل ريلود اعادة تشغيل للراوتر رقم 2، وعلى ما ينتهي من عدد التشغيل نكون انتهينا من اعدادات الـ OSPF الخاصة بالراوتر 3 من خلال كتابة الأمر reload enter confirm. راح يبدأ الراوتر بعمل إعادة تشغيل. ننتقل إلى الراوتر 3، في أمر اللي هو الكلير يعني يعمل إعادة تشغيل للـ OSPF، بس الظاهر عندي نسخة الـ iOS ما بتدعم هذا الأمر. ندخل على الـ enable، بعد كده الـ configuration تيرمينال على مستوى الراوتر 3. طبعا راح نفعل بروتوكول الـ OSPF من خلال كتابة الأمر راوتر OSPF 1. طبعا من البداية لازم نكتب الراوتر ID ما ننساه 333. انتر. بعد كذا نبدأ نحدد الشبكات. عندي 4 شبكات في الراوتر 3. نتورك 10.0.0.0. الوايلد ماسك كارد 00.0.255. الاريا 2. بعد كده عندي النتورك الثاني راح تكون 11.0.0.0. الوايلد ماسك كارد 00.0.255.
الاريا راح تكون اثنين. عندي بعد كذا الشبكة الثالثة نتورك 12.0.0.0، الوايلد ماس كارد 0.0.0.255، الاريا راح تكون اثنين. الشبكة الثالث الرابعة اللي تربط ما بين الراوتر 3 والراوتر 2 اللي هي 40.0.0.0، نتورك 40.0.0.0، الوايلد ماس كارد الخاص فيها 0.0.0.3، الاريا راح تكون 0. الآن بمجرد أن يشتغل الراوتر 2 راح يتم بناء علاقة الجيرة فيما بين الراوتر 3 والراوتر 2 والراوتر 1 والراوتر 2. خلاص الراوتر 2 اشتغل وتم بناء علاقة الجيرة. نبدأ طبعا راح نحفظ الإعدادات كوبي running config startup config. لو الآن رحنا على الراوتر 1 وكتبنا الأمر show IP route لرؤية جدول التوجيه لسع راوتر 1، الآن بنى علاقة الجيرة وتبادل التحديثات، بس لسع ما وصلت كاملة لأنه 1 2 3 4 5 6 7 8 لا كاملة 9 10 11 شبكة. ممتاز. كذلك لو رحنا على راوتر 2 enable show IP route نشوف الشبكات مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 شبكة. لو رحنا على الراوتر 3 كتبنا الأمر show IP route عندي هنا راح تكون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 شبكة. وصلت الراوترات الثلاثة إلى حالة الكونفرجنس، حالة الاستقرار، بحيث أصبح الراوتينج تيبل يعني يعلم الشبكات اللي تم الإعلان عنها في داخل شبكة الـ OSPF. أصبح الراوتر 1 يعرف الشبكات الموجودة في الراوتر 2 والراوتر 2 يعرف الشبكات الموجودة في الراوتر 3. رغم اختلاف الأريا إلا أنه ما دام الأريا عندي كانت عندي كمثال الأريا 1 والأريا 2 ما دام هم متصلين بالأريا 0 فراح ايش راح يعني راح يتم الاتصال مع ال يعني راح تكون الاريا 1 قادر على الاتصال مع الشبكات الموجوده في الاريا 2، وتلقائيا اي اريا تكون متصله مع الاريا 0 راح تكون قادره بالاتصال بالشبكات الموجوده في الاريا 0. ممكن لو حبينا نشوف التوبولوجي تيبل نكتب show ip ospf database نشوف مع بعض. هذه صورة عن التوبولوجي الخاصة في بشبكة الـ OSPF بيوريني الـ حسب حتى الأريا. عندي هنا مثلا بيوريني ملخص عن الراوترات الموجودة، بعد كذا الشبكات الموجودة في داخل التوبولوجي الخاصة بشبكة الـ OSPF. لو حبينا مثلا نكتب الأمر debug OSPF أو IP OSPF ونشوف الخيارات اللي ممكن نشوفها. مثلا عندنا هنا الهلو، نختار الهلو ونشوف مع بعض
الهلو باكيت اللي بيتم إرسالها من قبل الراوتر 3، لاحظوا معايا، إلى الراوتر 4، وكذلك اللي بيستقبلها الراوتر 3، عفوا، من الراوتر 3 إلى الراوتر 2، وكذلك الهلو باكيت اللي بيستقبلها من الراوتر 2 إلى الراوتر 3. طبعا أمر الديباج بيورينا الباكيتز اللي بيتم تبادلها ألايف. بعد ما ننتهي طبعا لازم نكتب الأمر نو بإيش؟ لإلغاء تفعيل الديباج اي بي او اس بي اف أصبح أوف، لأنه لو تركناه مفتوح ومشينا هو راح يرهق الراوتر والمعالج الخاص بالراوتر. لو حبينا مثلا نتأكد ان احنا قادرين على الوصول الى شبكة معينة نقدر نستخدم الامر بينج. احنا على راوتر 3، لو حبينا نتأكد ان احنا قادرين على ان احنا نوصل الى شبكة الراوتر موجودة في الراوتر 1 مثلا الموجود على اللوب باك انترفيس 3 اللي هي 192.168.3.1 انتر، لاحظوا معايا اشتغل البنج. كذلك لو حبيت اتعقب المسار تريس راوت 192.168.3.1 المفروض يظهر عندي قفزة واحدة من الراوتر 3 إلى الراوتر 2، وبعد كده من الراوتر 2 إلى الراوتر 1، يعني عندي قفزتين إلى هذه الشبكة. نشوف مع بعض. القفزة الأولى من خلال 40.0.0.2 اللي هو الراوتر 2، القفزة الثانية هتكون 25.0.0.1 واللي هو الراوتر 1. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم. كان معكم حسن صالح، مرشد من الشبكات الرقمية. أشوفكم في إعدادات شبكية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.